بكم في حلقة جديدة من تفاعلكم، ننتقل فيها بين مواضيع عدة، هذه أبرزها: صور النجمة كيم كارداشيان تهدد طهران، والسلطات الإيرانية تؤكد على التعامل مع الأمر بجدية، وملايين الجنيهات أجور الفنانين عن الأعمال الدرامية في رمضان تفتح موسم النقد مبكراً، وصور لياباني يتجول في طوكيو بالزي السعودي تثير اهتماماً، وفي تفاعلكم نعرف سر اهتمامه بالسعودية. نبدأ حلقتنا بهاشتاج زوجة تعض زوجها الذي وصل إلى الترند في السعودية، وتناقل الناس الخبر مع إبداء رأيهم في دعوى رفعها الزوج على زوجته متهما إياها بالشتم والضرب والعض. وفي تفاصيل الخبر، وفقا لصحيفة عكاظ، رفضت الزوجة الدعوى التي تباشرها المحكمة الجزائية في جدة، وادعت هي الأخرى أن زوجها ضربها وطردها من منزل الزوجية. المدعي العام بعد الاستماع إلى الزوجين وجه إليهما معا تهمة بالاعتداءات الموثقة بالتقارير الطبية، مشددا عليهما أن ما أقدما عليه فعل محرم شرعا. إلى إيران التي تتعامل مع نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان بجدية، إذ اتهمت طهران على لسان المتحدث باسم جهاز الحرب الإلكترونية التابع للحرس الثوري مصطفى علي زادة، اتهمت كارداشيان بأنها عميلة معادية للدولة وتستخدم صورها على إنستغرام بهدف الوصول للشباب والسيدات في إيران، مشددا سنتعامل مع كارداشيان بجدية. سباق بين الفضائيات العربية والفنانين في رمضان لعرض الأعمال الدرامية، فملأت إعلانات المسلسلات شاشات التلفزيون، كما تم تداولها أيضا على موقعي فيسبوك وتويتر، فيما كانت المفاجأة لكثيرين الأجور الفلكية للفنانين هذا العام. نتابع في البداية أبرزها نقلا عن بوابة الأهرام. ومن القاهرة ينضم إلينا الناقد الفني أحمد سعد الدين. أهلا يا أستاذ أحمد. يعني إحنا شفنا مبالغ كبيرة، إذا مسلسل عادل إمام تكلفته 60 مليون، عادل إمام بياخد 40 مليون جنيه منها، هل هذه الأرقام منطقية؟ وين الربح في الموضوع؟ أهلا بيك. يا أولا، هو طبعا إحنا بنتكلم على أجور أصبحت خيالية أو أصبحت فلكية بشكل غير طبيعي. عندنا مشكلة في الدراما العربية والدراما المصرية تحديدا خلال الفترة اللي فاتت، إن النجم أصبح بياخد أجر يساوي 60% من قيمة الإنتاج للمسلسل، ودي أكبر مشكلة هنصادفها. ليه؟ لأن لو أخذ 60% من قيمة الميزانية، ال 20 أو ال 40% التانيين بيتوزعوا على باقي عناصر العمل بالكامل، وهي دي أكبر مشكلة إحنا بنصادفها. ما عدناش بنسمع دلوقتي إن حد بياخد ألوفات، كله بياخد ملايين. سوق الدراما أصبح بلا عقل.
بمعنى طيب. ان النهاردة مين بيحدد؟ بعض النجوم هي اللي كانت بتحدد اجورها زي ما هي عايزة، في سبيل ان انا هل لما بدفع الارقام دي، لما بدفع 54 مليون جنيه للفنان عادل امام، هل العمل بتاعه ادى القيمة الفنية التي تتساوى مع ذلك؟ عندنا مشكلة حصلت السنة اللي فاتت، بمعنى ان الفنان الجميل عادل امام كان عنده مسلسل اسمه استاذ ورئيس قسم، هذا المسلسل لم يلاقي النجاح الكبير، ومع ذلك في السنة اللي احنا فيها دلوقتي تم زيادة اجر الفنان عادل امام. طيب هي مسألة على اي اساس؟ مسألة فنيا، يعني الناس عادة خصوصا في عادل امام الناس حتتفرج على عادل امام في اي حالة اصلا يعني، بس المنتج، هل المنتج بيحصل ربح مادي بعد ما بيدفع 40 مليون للنجم لوحده؟ المنتج بيحقق ربح مادي لسبب تاني، ان انا عندي دلوقتي بعمل مسلسل ببيعه حاجة اسمها عرض اول ثم عرض تاني وتالت ورابع. نعم. العرض الاول اللي هو في شهر رمضان تحديدا بيجيب المردود بتاعه عن طريق الاعلانات، اما باقي السنة ال 11 شهر التانيين هو بيبيعه لأكتر من قناة فضائية بتعرض عرض تاني. فأنا فاكر أن قابلت المنتج صفوت غطاس في يوم من الأيام وسألته عن إزاي بتدفع أجر كبير للنجم، قال لي مفيش مسلسل بيخسر، قبل ما بدخل التصوير بكون بايع للقنوات الفضائية جايب لي تكلفة المسلسل ثم العرض التاني هو الأرباح اللي بيجنيها العمل، فإذا مفيش عمل بيخسر حتى الآن. نعم، احنا بنشكرك على وجودك معنا. كان معنا من القاهرة الناقد الفني أحمد سعد الدين، شكرا لك. حظيت مقابلة الزميل بتال القوس مع رئيس النادي الأهلي السعودي مساعد الزوهري، حظيت بتفاعل كبير وقت عرضها بسبب الشخصية المرحة التي يملكها الزوهري وكذلك الأفخاخ التي نصبها بتال القوس لضيفه عبر الأسئلة. نشاهد جزء من هذه المقاطع. بس عندي لك سؤال شوي. أنا اللي أسأل اليوم بس. هل أنت تجاوب؟ لا لا معلش خذ سؤالي هذا. هل كان توقع ولا أمنية؟ لا مش توقع بس ولا هو بأمنية، بس هي قراءة، خلنا أقول لك قراءة. ليش اخترتوا أنهم يكونون هو؟ أنت اللي تبغى تصدق فيه يا حبيبي؟ طيب. مو لا صدق انا اسالك بس والله ما ادري عنك، انت تبغى مشاكل اليوم يبغى سنتين يبغى اخر عقد كان سبعة؟ العقد الاخير كان سبعة، كان 7 مليون في السنه. اي نعم. اي كيف تعطي عقد 7 مليون ولا اصلا سقف على 2.4؟ حبيب حبيب ما سيبك من الخرشات حقتك. هات اللي بعده، هات اللي بعده. حتوقع انه يكمل؟ ان شاء الله بيكمل. طلب 5 و200. انا اخبره 5، 200 من فين جبتها؟ خلينا على الخمسه، ال 200 مش مشكله، فك ال 200 جبنا 5. يعني. طلب 5 مليون، 5 مشاهدينا فاصل ونكمل حلقتنا. أهلا بكم من جديد. صور لياباني يتجول في طوكيو وهو يرتدي الزي السعودي. هذه الصور أثارت استغراب ناشطين على تويتر، خاصة وأنه يكتب تعليقات على صوره بالعربية. الياباني أكيرا تاكاتوريا اختار معرف شمس وقمر. قبل أن نرحب به كضيف لتفاعلكم نتابع بعضا مما ينشره. نعم هذا كبسة، كبسة، نعم كبسة. تقابل في سعودي. يلا. أين كبسة؟ أين كبسة؟ أين كبسة؟ تريد السكر؟
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ما يصير حتى شكرة القهوة والله. ومن اليابان وعبر سكايب ينضم إلينا صاحب معرف شمس وقمر أكيرا تاكاتوريا طبعا الياباني. أهلا فيك معنا ما شاء الله يعني متميز بالزي. خلينا أول شيء نعرف منك إيش سبب اهتمامك بالثقافة الخليجية تحديدا. أوكي جبات العرب والكبسة أيوة نعم أوكي أوكي إذا يا تبعت العرب والكبسة خلاص. طيب أعتقد هل في مشكلة في الصوت أو إنه الضيف سامعنا الآن؟ أوكي. إذا تبعت العرب والكبسة. طيب خليني أرجع بس أسألك من تاني لأنه واضح أنه في يعني مشكلة عندنا بس في الصوت وفي الترجمة. كنت بسألك إيش سر اهتمامك بالثقافة الخليجية تحديدا لدرجة أنك تلبس الأزياء حتى في اليابان؟ أنا أحب العرب وأحب الضيافة العربية وهذا ما جعلني أهتم بذلك وعشت في السعودية في القصيم وفي الدمام وهذا ما جعلني أحب الثقافة العربية. طب هل تتحدث اللغة العربية؟ بك لا أنا ما بحكي عربية أعرف لأن اللغة العربية ضعيفة ولكن تتحدث القليل من العربية يعني شوية شوية أنا شوية بحكي عربية. طيب ولما بتلبس ملابسك أو الملابس الخليجية في اليابان في طوكيو ما في أحد بيسألك أسئلة أو يستغرب من هذا اللبس؟ اليابانيون لا يهمهم ما يرتديه الإنسان فأنا أرتدي هذه الألبسة أرتدي القندورة وأنا مرتاح بذلك. اليابانيون لا يكترثون بذلك فهذا خيار شخصي. نعم. طب إيش السر من ارتداءك للملابس وهذا الحساب يعني أنت إيش بتحاول توصل مثلا هل بتحاول توصل رسالة لليابانيين أو للخليجيين مثلا؟ بالنسبة للخليجيين أريد أن أوجه رسالة فعندما تأتون لزيارة اليابان فإذا ارتديتم الكندورة فلا حرج في ذلك. بالنسبة لليابانيين أريد أن أعرفهم بالثقافة العربية والتقاليد العربية أيضا. جميل احنا بنشكرك على وجودك معنا. كان معنا أكيريا تاكاتوريا وجميل الجمع بين الزي الخليجي والياباني الان. شكرا. ما شاء الله. عز بن فهد ناشط على سناب شات في السعودية لم يكن يجرؤ على مشاركة فيديوهات وعرضها كأقرانه ويقول إن تفاؤله وابتسامته وراء تميزه ويعترف أن قبول متابعيه يدفعه إلى التفرد بشكل أكبر. التقيت في الرياض وكان هذا الحوار السريع نتابع. والله يلا قومي قومي الدوام. كان يا مكان في قديم الزمان كان فيه مجموعة من النساء بعد ما يتزوجون يصبغون شعرهم أشقر. ما تعتقدين يا سارة؟
انت رايح للدوام دحين، هذه الفكره بتكون عندك مثلا من الليل بتقول انا بكره حكلم الناس في كذا، ولا بتجي فجاه؟ والله بيني وبينك الصراحه غالبا تكون وانا قاعد اول ما اصحى بغسل وفرج اسناني في كرامه تجي الفكره ببالي وتحكي، او احاول اني اطلع فكره ببالي واحكي فيها. احيانا لا يكون طالع موضوع معي من اول، من يوم يومين يعني كذا جاي ببالي موضوع فاقول ابى اتكلم فيه. طب بس كيف يعني في الاساس ايش اللي خلاك تحس انه انت تدخل سناب شات؟ كنت يعني انستغرام وكان العالم كله على انستغرام. ايوه. فما كنت انظر سناب شات، وفي كثير يعني فتحت سناب شات على اساس اني انا موجود بس ما كنت اصور فيه. بعدين كيف جبت الجرأه؟ الجرأه بعدين يوم صار الانستغرام ينزل شوي مو يهبط يعني ينزل شوي وصاروا الناس يلتفتوا للسناب شات صرت احاول اني اصور. طب وايش تحس يميزك عن غيرك من اللي موجودين وعندهم برضو متابعين كثير ومؤثرين يعني في مواقع التواصل؟ اللي يميزني اني اول شيء انا الحمد لله كل صباح احب الصباح قبل اصور سناب، اصلا من قبل يصير في سناب انا مبسوط بالسياره والصباح وانا رايح الدوام. الناس مستغربين انه كيف واحد صاحي الصباح قاعد يصور وهو مروق مع انه زحمه وعارف الرياض وعارف قرف الدوام وكل شيء، بس لا انا مبسوط. انت مبسوط؟ هذا تحس انه اللي يميزك انه انت في الصباح انسان متفائل. انسان متفائل بشوش ممكن اوقات تصويري تختلف عن الناس، هذا من برضو يعني هي تميزني. كيف يعني تصويري تختلف؟ اغلب الناس يصورون في الليل. اوكي. انا اصور الصباح متفائل واحاول اني اناقش قضايا اجتماعيه بس باسلوب يعني ممرح يعني وبسيط. صدق يعني الواحد يقوم من النوم ينزل تحت الصاله يلقى طاوله الطعام، قل لي شلون شلون، قل لي شلون شلون، قل لي شلون شلون. تشعر انك نجحت؟ بديت بالنجاح. ايش النقطة التحول اللي حسستك انه انت ماشي في طريق نجاح او طريق يعني مثلا شيء معين للمستقبل؟ بغينا نموت بغوات لا سلامتنا لا تفاول علينا. لا بس ما شاء الله علينا هذا مسرع، طالما الناس مقتنعين فيه وفي قبول انا مطمن واحس اني ابغى ادي اكثر. طب تمام خلينا نصور سناب. طيب هلا والله لك ان تتخيل هذا الرجل العظيم. اي رجل عظيم وانا في الفيديو؟ طيب خلاص المرأة العظيمة. المرأة العظيمة يلا. وزي ما تعودنا قبل الختام خلينا نشوف نتائج تصويت اليوم اللي كنا طلبنا منكم تقترحوا من خلاله ردات فعل للسيدات التي يتعرضن للضرب من أزواجهن. النتائج جاءت كالتالي: 20% اقترحوا أن الست تضرب زوجها لو ضربها، 15% شايفين أنه لازم تطلب الطلاق لو ضربها زوجها، 46% شايفين أنها تسامحه وتحل المشكلة وديا، 19% اقترحوا أنها تلجأ للشرطة. كل يوم بتفاجأ، اليوم تفاجأت أكثر شيء. بنتائج التصويت نصل إلى نهاية حلقتنا، ألقاكم غدا إن شاء الله في أمان الله.